أنشئ البنك المركزي الأوروبي عام 1998 لإدارة السياسة النقدية في منطقة اليورو، ويرأس البنك اليوم الإيطالي ماريو دراغي. ويشكل البنك الذي يتخذ من مدينة فرانكفورت الألمانية مقراً له دور رأس هرم نظام البنوك المركزية للدول الأعضاء التي اعتمدت اليورو وعددها 17. ويدير البنك المركزي تالياً السياسة النقدية لكل واحدة من الدول الأعضاء. عموماً تؤثر قرارات البنوك المركزية على الاقتصاد، فالبنك المركزي في الولايات المتحدة مثلاً هدفان رئيسيان: الحفاظ على نسبة بطالة متدنية والتحكم بنسبة التضخم. أما البنك المركزي الأوروبي فيعطي استقرار الأسعار الأهمية الكبرى، فهو يسعى قبل كل شيء إلى الحفاظ على نسبة التضخم بحدود 2%، وهو يحقق ذلك بتثبيت نسبة الفائدة. وتؤثر قرارات البنك بشكل مباشر على سياسة الإقراض في المصارف، ففي أوقات التقلبات الاقتصادية يرفع البنك المركزي فوائده، ومع نسب عالية تحد المصارف من قروضها وتعتمد نسبا غير مغرية. إذا كان النمو بطيئا يخفض البنك فوائده لتشجيع المصارف على إعطاء قروض بفوائد مغرية، ما يشجع الاستثمار. والبنك المركزي الأوروبي يقرض مصارف الدول الأعضاء، وهو بالتالي لا يتمتع بحق إقراض حكومات هذه الدول، إذ يعتبر ذلك تمويلا لعجز الدول الأعضاء.